شهدت العديد من دول الخليج العربي حالات جوية غير معتادة لصيف هذا العام 2022، حيث كانت البداية من الأراضي العمانية وتأثرت بسلسلة من المنخفضات الجوية منذ مطلع يوليو الفائت، والتي أدت إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من السلطنة، وهطل ما يزيد عن 300 مللتر من الأمطار في بعض المناطق، وكانت كفيلة بتشكل السيول في العديد من الأرجاء. وفي الإمارات طربت سيول شديدة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة شرق البلاد، وذلك عقب هطول شديد للمطر مما تسبب في غرق بعض الطرق وانقطاعها، والتي وصفت بالأعنف في شهر يوليو منذ 27 عام. وبعد تأثير هذه الحالة على عمان والإمارات ومن ثم امتدت إلى الدوحة، ضربت الحالة المطرية الصيفية الرياض في آخر أيام شهر يوليو بأمطار غزيرة بلغت 26 مليمتر، وذلك في أشد الشهور حرارة وجفافا، وأسفرت على تشكل السيول وحدوث أضرار في البنية التحتية. وفي أغسطس انتقل عنفوان الحالة الصيفية الماطرة للقطاع الغربي من المملكة، والذي أدى بدوره إلى هطول غزير للأمطار على طول المرتفعات الغربية، والتي حملت بين طياتها الصواعق العنيفة التي زينت سماء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطالت أرجاء مدينة جدة في أمر نادر الحدوث في شهر أغسطس. عن ارتباط هذه الأمطار الصيفية النادرة بالاستمطار، توجهنا بالسؤال إلى خبراء طقس العرب. نعم، عمليات الاستمطار التي تحدث حاليا من قبل حكومات بعض الدول ليست لها علاقة بالأمطار التي حصلت خلال فصل الصيف الحالي، فهذه الأمطار هي جاءت على نطاقات واسعة وناتجة عن امتداد لموجة شرقية قادمة من الأراضي الهندية. عادة عمليات الاستمطار تؤدي أو قد تؤدي إلى زيادة الهطولات المطرية في مناطق جغرافية ضيقة وليست في مساحات واسعة. من صحراء العرب التي طالما عرفت بشح أمطارها إلى هناك نحو القارة العجوز، والتي عاشت الأمرين خلال الشهرين الصارمين من موجات حر وجفاف، طرق أبوابها هذا الصيف مهدداً حياة أكثر من نصف سكان القارة العجوز، في ظل تعاقب اندفاع كتل حارة من الصحراء الأفريقية إلى أعماق القارة الأوروبية. القارة الأوروبية تعيش ظروف جافة بسبب شح الأمطار، والذي تزامن مع موجات حر قاتلة، الأمر الذي أدى إلى حرائق في الغابات وانخفاض منسوب مياه الأنهار، حيث ضرب الجفاف منبع نهر التايمز الشهير لأول مرة في تاريخه، وأيضاً أنهار أخرى شهيرة أرهقها الجفاف، وكانت موجات الحر قد اجتاحت القارة العجوز. ما مدى ارتباط هذه التغيرات بالتغيرات المناخية، تحديداً وجود الأمطار في دول الخليج وجفاف دول أوروبا؟ مما لا شك به أن الأمطار التي هطلت في منتصف فصل الصيف في دول الخليج، وأيضاً ارتفاعات درجات الحرارة الكبيرة الذي حصل في القارة الأوروبية، مرده دراسات أو يجب رده إلى دراسات لبحث ما إذا كان ذلك له علاقة بالتغيرات المناخية. التغير المناخي ليس بالضرورة قد يكون فقط ارتباطه بالاحتباس الحراري، إنما قد يكون أيضا بسبب دورات مناخية تحصل وتتغير من منطقة أو من وقت إلى آخر. الوقت هو وحده كافي للإجابة على هذا السؤال، فإن تعادت مرة أخرى هذه الظروف الجوية في الفصول المقبلة والسنوات المقبلة، فإننا لا شك به أن ندخل في مرحلة جديدة ومنعطف جديد في التغير المناخي.